دعمت مصادر ومواقع تركية وعالمية أن التوتر الوقع بين النجم التركي جون يالان ومقدمة البرامج الإيطالية أسيت ويملي خلال تواجدهما في مدينة كان الفرنسية لحضور معرض نيكوم العالمي الخاص بالترويج للدراما. وأقرت المواقع والصحف أن الثنائي تواجدا في المكان نفسه على هامش المعرض، وخلال حديثهما معا وقع التوتر بينهما مما دفع منظمة البرامج لإلقاء الكأس على نجم مسلسل الطائر المقبل. تصدر اسم النجم التركي قائمة الأكثر تداولا خلال الساعات الماضية بسبب الروايات العديدة التي رافقت الحدث، إذ كشفت بعض المصادر أن نجم مسلسل السيد الخطأ اقترب بشكل مزعج من مقدمة البرامج مما دفعها لإلقاء الكأس عليه. وبعد انتشار هذه الرواية، أوضحت مصادر تواجدت لحظة وقوع الحدث أن أحد الأشخاص اصطدم بمقدمة البرامج الإيطالية من الخلف وتسبب بوقوع الكأس، مؤكدين أن ما جرى كان مجرد حادثة. بعد الضجة الكبيرة التي أحدثتها الواقعة وتصدرها حديث الصحافة والسوشيال ميديا، سارعت أسيا للرد وتوضيح حقيقة ما حدث، وشاركت عبر خاصيات ستوري في انستغرام منشورا كتبت فيه: استيقظت اليوم على أخبار نتائج سارة. أود أن أشير إلى أن الأخبار التي نشرتها وسائل الإعلام حول إلقاء كأسا على جون يمان غير حقيقية. وأضافت: حقيقة ما حدث هي حينما كنت أجري محادثة عديدة مع جون بعد أن استقلته مسابقة، سقطت الكأس من يدي. ولسوء الحظ كان هناك أشخاص شاهدوا هذه الحادثة التي بدت كأنني رميت الكأس عليه. وأضافت أسلي: لقد شعرت بالحزن بسبب تحريف ما حدث وتغييره، أردت أن أصحح سوء الفهم هذا وأن أشارككم حقيقة.